السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم أحبتي في الله. بالأمس نشرت فيديو عن سورة الناس، محور سورة الناس، ما الذي تضمنته سورة الناس؟ وأكيد الكثير منكم شاهد هذا الفيديو ولاحظت التعليقات، أكثر التعليقات مكتوب فيها ياه كل هذا في سورة الناس. للعلم أحبتي، أنا ما نشرت البارحة إلا جزء يسير من ما موجود من تدبرات وتأملات في سورة الناس، ولأنه شفت التعليقات ولأنه المتابعين تفاجأوا، ياه هي عبارة سورة الناس عن سطرين، كل هذا موجود في سورة الناس. قررت أنه أعمل جزء ثاني حتى تشوفوا ما موجود بعد أكثر في سورة الناس. وفي هذا الفيديو إجابة لمن يقول أنه كتب 7000 صفحة والقرآن كله 604 صفحة، حتى تشوفوا بأنه فقط في سورة الناس تقريبا مكتوب فيها ما يقارب 10 صفحات. فتابعوا معي هذا الفيديو وتأملوا بقلوبكم ما موجود في سورة الناس. سورة الناس فيها الاستجارة والاحتماء برب العالمين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر أشد الأعداء، إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن، من شر الوسواس الخناس، الذين يغوون الناس بشتى أنواع الغواية، ليضلوهم ويبعدوهم عن عبادة الله الواحد الديان، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لما افتتح سبحانه وتعالى هذا الذكر الحكيم بالهداية في قوله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وبالهداية والتقوى التي هي شعار التائب في قوله تعالى في بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذلك أول منازل السائرين، وختم بتقرير أمر التوحيد على وجه لا يتصور أن يكون أكمل منه، وتقرير الإخلاص فيه كما يشعر به الأمر بقل هو الله أحد، وذلك هو نهاية المقامات عند العارفين، فتم بذلك الدين وانتهى سير السالكين، وختم بسورة الإخلاص المقررة لذلك بأنه تعالى لا كفء له، فتوفرت الدواعي على الانقطاع إليه والعكوف عليه واللجوء إليه وحده والاستعاذة به من شر كل مخلوقاته على العموم. وبهذا نفهم تناسب ورود المعوذتين بعد سورة الإخلاص، وهذه السورة اختتم بها آيات المصحف الشريف، وهي خير ختام لهذا القرآن الكريم، ويتناسب مع بدايته بسورة الفاتحة التي خاطب بها الله تعالى الناس بقوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. ورب سائل يسأل: لماذا هذا الترتيب؟ الرب ثم الملك ثم الإله. قال الشوكاني رحمه الله: الملك قد يكون إلها وقد لا يكون، فبين أنه إله لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد، وأيضا بدأ باسم الرب وهو اسم
لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا، فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك، فذكر أنه ملك الناس. ثم لما علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه، وأنه عبد مخلوق، وأن خالقه إله معبود، بيّن سبحانه أنه إله الناس، وكرر لفظ الناس في المواضع الثلاثة، لأن عطف البيان يحتاج إلى مزية الإظهار، ولأن التكرير يقتضي مزيد شرف الناس. وترتيب الآيات في السورة هو كحاجة الإنسان للتعامل في الحياة، وهو واضح في مراحل حياة الإنسان ومعاشهم. فالأجنة هي البداية، ثم يخرج الناس للحياة ليواجهوا المربي الذي يقدم لهم ما يحتاجونه من تربية ورعاية. فإذا كبروا احتاجوا إلى المجتمع وما ينظم علاقتهم به. ثم يأتي سن التكليف، حيث يحاسبه الإله والمجتمعات عموما بين الربوبية والملك. فكل مجتمع يحتاج صغاره إلى المربي ثم إلى السلطة، أما الألوهية فتتأخر وقد تخفى على بعض الناس، وتحيطها الشكوك والأوهام والإلحاد والعياذ بالله، فتحتاج إلى تذكير. وفي هذا المقام لطيفة بالغة، وهي أن المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة، وهي أنه رب الفلق. والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات، وهي الغاسق، النفاثات، الحاسد. أما في سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بثلاثة أوصاف، وهي الرب، الملك، الإله. والمستعاذ منه آفة واحدة، وهي الوسوسة. ومن المعلوم أن المطلوب كلما كان أهم والرغبة فيه أتم وأكثر، كان ثناء الطالب قبل طلبه أكثر وأوفر. والمطلوب في سورة الفلق هي سلامة البدن من الآفات المذكورة، وفي سورة الناس سلامة الدين من الوسوسة. فظهر بهذا أن في نظم السورتين الكريمتين تنبيها على أن سلامة الدين من وسوسة الشيطان، وإن كان أمرا واحدا، إلا أنها أعظم مراد وأهم مطلوب. وأن سلامة البدن من تلك الآفات، وإن كانت أمورا متعددة، ليست بتلك المثابة في الاهتمام. سورة الناس مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. بينما سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد لنفسه، وهو شر من خارج. فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف، ولا يطلب منه الكف عنه لأنه ليس من كسبه. والشر الثاني يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي. فسورة الفلق أحبتي في الله في شر المصائب، أي فيما يقع على الإنسان من المكاره، وليس من عمل يده، لأن كل ما تم ذكره في هذه السورة ليس من عمل الإنسان ولا يحاسب عليه، وقد تدخل في صحيفة حسناته لأنها مما يقع عليه، أي من الخارج. وسورة الناس في شر المعايب،
فهي من عمل الإنسان ومحاسب عليها في الدنيا والآخرة، أي من الشر الداخلي. سورة الفلق من شر ما يقع عليه من الآخرين، وسورة الناس من شر ما يفعله هو ويقع على الآخرين. إذن سورة الناس تحتاج إلى استعاذة كبيرة أكبر من سورة الفلق، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأخيرا أشير هنا إلى لفتة رائعة بما يتعلق ببدء السورتين بكلمة قل. أمر الله تعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول قل، والأمر بالقول له أهمية كبيرة هنا، ولو حذف الفعل لاختل المعنى المقصود. قل للإفصاح عن ضعفه والتجائه إلى ربه، فكلمة قل هي من باب الإفصاح والإعلان عن حاجة الإنسان إلى ربه جل وعلا، وهو يفصح عن حاجته هذه بنفسه وينطقها بلسانه، وفي هذا الإعلان قتل للغرور، بل علاج للكبر والغرور الذي في نفس الإنسان، والذي قد يؤدي به إلى الطغيان والعياذ بالله. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لأن الكبر والغرور يمنعان المرء أحيانا من طلب الإعانة وهو في حاجة شديدة إليها، ولأن الذي يطلب المعونة من غيره يمتنع عن الغرور، ولا يكتفي الإنسان بالشعور بالحاجة إلى ربه، لكن ينبغي أن يعلن حاجته لربه، سواء أكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الناس. وهذا ختام هذا الجزء وختام القرآن الكريم، الذي أوصيكم وأوصي نفسي بعدم هجره بأي طريقة من طرق الهجر، ولا نكون ممن قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولنعمل به كما وصانا رسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومثل الذي يقرأ القرآن ولا يقرأه كمثل الحي والميت، فلنحيي قلوبنا وبيوتنا بالقرآن العظيم وبتدبر آياته واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ولنتخلق أحبتي بأخلاقه، ولنقيم حدوده ولنزداد من الحسنات، لأن هذا القرآن العظيم هو كنز الحسنات، فمن قرأ منه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بعد هذا النعيم كله وهذا الكنز العظيم يمكن لأحدنا أن يهجر هذا القرآن العظيم أو لا يتدبره؟ فهو منهج حياة للمسلمين، والذي يؤدي به إلى رضا الله تعالى وجنات عدن التي وعد الله عباده المؤمنين بها. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن يقيم حدود القرآن لا من يقيم حروفه ويضيع حدوده، ووفقنا جميعا لفهم كتابه العزيز وتطبيق أحكامه والامتثال لأوامره، حتى ننعم بسعادة الدارين ونكون من أهل القرآن وخاصته الذين هم أحباب الله سبحانه وتعالى. وجعلنا الله تعالى ممن يشفع لهم القرآن يوم القيامة ويقول: حرمته النوم بالليل فشفعني فيه يا الله، اللهم آمين. وهذا القرآن العظيم فيه شفاء للصدور والأمراض النفسية، ومراد الله تعالى في هذا القرآن عظيم، وهو صالح لكل زمان ومكان، وفيه الخير لأمتنا
ولا تنقضي عجائبه. والغوص إلى أعماقه ليس بالأمر اليسير، ولكن هذه الصفحات ما هي إلا محاولة بسيطة لسبر أغوار هذا الكنز العظيم ولتدبر آياته ومعانيه. فالله تعالى أسأل التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا فهما لكتابه وعملا بأحكامه. وما توفيقي إلا بالله العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ودليلنا إلى الخير رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.